اقتضت به مدرجات ملعب محمد بومزراك في المواجهة التي جمعت بين جمعية شلف وضيفتها شبيبة القبائل بقيادة المدرب إغيل مزيان الذي استقبل بحفاوة من قبل أنصار الجمعية ولاعبيها. المرحلة الأولى دخل فيها أشبال المدرب نور الدين سعدي بقوة وتحكموا في زمام الأمور بالاستحواذ على الكرة والسيطرة على وسط الميدان. وعكس مجريات اللعب كانت الخطورة من جانب الشبيبة عن طريق حماني الذي كان بمثابة السم القاتل في دفاع الجمعية والذي كاد أن يفتتح مجال التهديف لولا تألق الحارس غالم، ثم تسديدة قوية من ريال والحارس غالم يتصدى مرة أخرى. وفي الثلث الأخير من زمن المرحلة الأولى كاد عوامري أن يصل إلى شباك الشبيبة برأسية قوية، وفي الدقيقة 43 الجمعية تتحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة سوغار في منطقة العمليات. الضربة تولى تنفيذها مسعود بنجاح لتنتهي المرحلة الأولى بنتيجة هدف دون رد لصالح الجمعية. الشوط الثاني كان قمة في الإثارة والحماس والتنفس وشهد تكافؤا في اللعب، وكانت المبادرة من جانب الشبيبة وكاد نساخ أن يعدل الكفة بعد توزيعة ميليمترية من مترف، ثم عمل جماعي منسق من جانب عناصر الجمعية. سوغر يسدد والقائم ينوب عن الحارس عسلة، ثم المتابعة من مسعود وكرته تعلو العارضة الأفقية بقليل. وفي الدقيقة 74 تجار يراوغ ويوزع، وقناص الأهداف حماني يسجل على الطائر بطريقة رائعة، وشهدوا الإعادة وفي الإعادة متعة وإفادة. بعد هذا كاد تجار أن يعمق الفارق بعد أن صدمت تسديدته بالقائم الأيمن للحارس غالم. وفي الوقت المبدد للمباراة المدافع ملولي يبدد أحلام الشبيبة بالعودة بنقطة التعادل، حينما تمكن من خطف الكرة وإمضاء الإصابة الثانية لتنتهي المواجهة بتفوق جمعية شلف بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام شبيبة القبائل. المقابلة ما كانت سهلة، خصوصا جمعية شلف ولا شبيبة القبائل، المقابلة كانت متكافئة للفريقين. نشوفوا باللي فريق شبيبة القبائل يلعب كرة نظيفة، ولهذا اللي جاي الناس اللي جات اليوم شافت مقابلة في كرة القدم. نتمنى إن شاء الله التوفيق إن شاء الله للفريقين، خصوصا جمعية شلف ولا شبيبة القبائل فريق كبيرة. فريق شلف معروف بأداء تاعو العادي، وبالنسبة لفريق شبيبة القبائل نظنه دار اللي عليه، وكان ممكن اليوم كانت النتيجة ربما على الأقل تعادل، كان نظن أقرب من المنطق، ولكن هذه كرة القدم